السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. نبدأ أبنائي الأعزاء مع امتحان شهر أكتوبر في مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي. فهي أبنائي الأعزاء في مادة العلوم، فهذا الاختبار إن شاء الله سهل عليكم إن شاء الله أبنائي. السؤال الأول، تخيل الإجابة الصحيحة. من التكيفات السلوكية التي تساعد الحيوان على حماية نفسه من الأعداء؟ التخفي ولا التنفس ولا الانقراض ولا التكاثر؟ نختار أبنائي رقم ألف على طول، وهي التخفي. تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأسفل أثناء عملية إيه؟ الهضم ولا الشهيق ولا الزفير ولا الإحساس؟ اختار على طول رقم باء أبنائي الأعزاء، الشهيق إلى أسفل، أما إلى أعلى فهو الزفير. عند لمس يدك شوكة نبات فإن العضو المسؤول عن إحساسك بالألم هو القلب ولا المعدة ولا الأعصاب ولا المخ؟ طبعا أبنائي الأعزاء المخ. تستطيع الخفافيش الصيد ليلا وتعتمد على حاسة الشم ولا التذوق ولا السمع ولا البصر؟ السمع طبعا. تمتلك أشجار الصمت جذورا وتادية تمتد إلى أسفل أعماق الأرض، اذكر أهميتها. طبعا أبنائي علشان تجيب إيه؟ البحث عن الماء لمسافات كبيرة تحت الأرض. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو علامة غلط أمام العبارات التالية: يقل عدد مرات التنفس عند الجري وبذل الجهد أو بذل المجهود. إجابة خاطئة أبنائي، لأن الإنسان كلما يجري كلما تزداد نبضات القلب وكلما يزداد مرات التنفس. وجرب بنفسك أبنائي لتلاحظ ذلك، فلا تنسى أبدا، وهذا ما يسمى التعلم بالنمذجة. البوم لها قدرة على لف رأسها في جميع الاتجاهات. إجابة صحيحة أبنائي، حتى تتمكن من صيد فرائسها. يمر الطعام على الأمعاء الغليظة قبل مروره بالأمعاء الدقيقة. إجابة خاطئة أبنائي، يمر على الأمعاء الدقيقة الأول ثم بعد ذلك ينتهي إلى الغليظة الذي يمتص الماء من طبعا إيه من النبات الطعام. لا تتجمد أقدام البطريق بسبب طبقة عازلة من الدهون في القدمين. إجابة خاطئة أبنائي الأعزاء. بعض الحيوانات تنشط ليلا في الظلام الدامس وتسمى الحيوانات الليلية. حدد أهم أسباب نشاط هذه الحيوانات ليلا. نكتب أبنائي: لتجنب ارتفاع الحرارة أثناء النهار، توافر الطعام ليلا، التمكن من مهاجمة فرائسها ليلا. هكذا أبنائي العزيز. سؤال رقم ثلاثة، قال: حدد نوع التكيف تركيبي أم سلوكي في الحالات التالية. يمتلك نبات زنبق الماء أوراقا عريضة لامتصاص ضوء الشمس. هذا أبنائي التكيف يسمى تكيف إيه؟ تركيبي. أقدام حرباء النمر على شكل حرف V. طبعا أبنائي تركيبي. هروب سحالي الصحراء في مناطق الظل. هذا أبنائي سلوكي. نشاط الخفافيش والبوم ليلا للبحث عن الغذاء. هذا طبعا أبنائي سلوكي. عندما رقم ب، عندما تبدأ بالبلع يقوم الحلق بدفع الطعام داخل أنبوب يسمى المرية. ما هي وظيفته؟ نقول أبنائي يحتوي على عضلات تحرك الطعام في المعدة. وسبحان الله العظيم. بعد كده أبنائي الأعزاء، السؤال الأول بيقول لي: أكمل العبارة الآتية باستخدام الكلمات ما بين القوسين. أثناء عملية الزفير يخرج غاز، طبعا ثاني أكسيد الكربون أبنائي من الرئتين، غاز ثاني أكسيد الكربون، وإنما الذي يدخل إلى جسم الإنسان ويستفيد منه الإنسان هو الأكسجين. يساعد الإنسان في الحفاظ على النظام البيئي عن طريق تجريف التربة ولا إعادة زراعة الغابات. يساعد الإنسان في الحفاظ على النظام البيئي عن طريق طبعا أبنائي إعادة زراعة الغابات. تستقبل نقط المعلومات من الحواس وترسل إشارة إلى المخ، الأعصاب ولا العضلات؟ نختار أبنائي الأعصاب. العضو المسؤول عن حاسة البصر، العين أم الأذن؟ العين. ماذا يحدث عندما تشعر حرباء النمر بالخطر؟ ماذا يحدث أبنائي؟ بتعمل إيه عشان تتكيف مع البيئة اللي هي عايشة فيها؟ تنفخ جسمها بالهواء لتبدو أكبر حجما، وتفتح فمها واسعا، وتغير لون حراشيفها لتبدو شرسة،
وتخيف أعداءها. فسبحان الله الخلاق العظيم. السؤال الثاني: ألف، تخير من العمود باء ما يناسبه من العمود، ما يناسب العمود ألف. يعني من ألف نقرأ أبناء ونختار هنا، نحن ناخد الرقم بتاع ألف ونحطه هنا، يبقى كده اخترنا أبناء. أو نقوم بالتوصيل: عضلة لها دور هام في عملية التنفس. طبعا أبنائي اللي هي إيه؟ الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز رقم واحد، يبقى رقم واحد نكتبها هنا، الحجاب الحاجز. أو نقوم بتوصيلها: الخياشيم. طبعا الخياشيم أبنائي الأعزاء تكيف تركيبي وظيفته تشبه الرئتين، ودي توجد فين أبنائي؟ في الأسماك. حيوان يعتمد على اللهف للحفاظ على برودة جسمه، طبعا ده أبنائي ثعلب الفنك. يبقى نكتب رقم ثلاثة في ثعلب الفنك. تخلط الطعام بالعصارات الهضمية، ده أبنائي طبعا في المعدة. في إيه؟ المعدة. رقم أربعة، رقم أربعة. الثعلب القطبي ليس له أي حد. بعد كده بيقول لي فسر كيف تصطاد الخفافيش البعوض ليلا. سبحان الله. نقول أبنائي: حيث تعتمد على خاصية تحديد الموقع بالصدى، صدى الصوت يعني، عن طريق حاسة السمع. ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى السؤال رقم ثلاثة: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. يبدأ هضم الطعام في المعدة. طبعا أبنائي الأعزاء إجابة خاطئة. حفر الحيوانات للخنادق نوعا من أنواع التكيف التركيبي. إجابة خاطئة، تكيف سلوكي. تعاني أشجار الكابوك من مشكلة نقص الماء. إجابة خاطئة. تمتلك سحالي الصحراء حراشيف ملونة للتخفي بين الصخور. إجابة صحيحة، تكيف سلوكي. تعيش بعض الكلاب في بيئات حارة بينما يعيش بعضها في بيئات باردة. في رأيك أيهما يمتلك فراء كثيفة ولماذا؟ طبعا أبنائي التي تمتلك فراء كثيفة هي التي تعيش في القطب الشمالي حيث برودة الجو، لكي تستطيع أن تتحمل البرودة الشديدة والثلج الشديد، وهذا أبنائي للدبب التي تعيش في القطب الشمالي، وكذلك الكلاب، وكذلك الذئاب التي تعيش هناك. أبنائي الأعزاء، الكلاب التي تعيش في بيئات باردة تمتلك فراء كثيفة كما قلنا أبنائي، لتساعدها طبعا على الدفء، تمدها بالدفء وعدم الشعور بالبرد. كده أبنائي الأعزاء أكون وصلت معكم إلى نهاية هذا الاختبار. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا أبنائي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. جزاكم الله خير الجزاء، وأرجو الإعجاب بالفيديو، وانتظروني في اختبار قادم.